مش تمام. اكتر. تتمنى اتمنى له فرجاني التوفيق ساسي يكمل في نادي الزمالك؟ طبعا. هو ده تعبني والله، اه تعبني ده. عايز ايه يعني؟ لا هو الراجل ده انا بحبه، من الناس طيبة، تحس ان هو ابن بلد، واتمنى ان هو يفضل معانا، وان شاء الله اللي فيه الخير يقدمه ربنا، يكون هو مستريح. لان فرجاني مثلا عارف حب الجمهور ليه، وما اعتقدش ان هو هيلاقي حد هيحبه كده بره. برضو الزمالك ده يقدر يقدم له عرض يتناسب مع يعني الطلبات بتاعته، وده مش ممكن يعمل مشكلة داخل نادي الزمالك. بص انا قلت لك حاجه، اهم حاجه الرضا. لو كل واحد يبص لنفسه ويرضى باللي ربنا كاتبه هنستريح. يعني انتوا كلاعيبه ما بتبصوش لبعض؟ وهبص ليه؟ انا عمري ما بصيت. انا بقول لك انا كنت باخد زي صبحي، طب بالنسبة ليه لك ما انت قلتش ماشي. انا اخد مثلا زي جبل، او ليه اخد زي عواد، او لما جات لي الفرصه. انا بقول لك اسامي، كابتن ايمن جاء لي ما تاخدش زي مثلا فلان، حد كذا. قلت له يا كابتن انا ما قلتلكش كده، وانا حط عمري اوباما مثلا. انا عمري ما هقول كده. آه. انا لازم انا ابقى مستريح، الحاجه اللي ترضيني. بس اهم حاجه احس ان الناس دي متمسكه بيا، اهم من ان انت تديني فلوس. فانا كنت حاسس بده، الناس عايزه اقعد في النادي، الناس شارياني، فانا بشكرهم. بشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي في موضوع تجديدي. اي نعم الموضوع ما خدش وقت، حاجة بس كويسة والله، ايوه. انت حاجة حسيت بحاجه؟ لا تبين حبك لنادي الزمالك بس فقط لا انت غير. حسيت لا بحاجه؟ خالص شفت بصراحة، حاجه اتكتبت؟ لا خالص دي اكتر خالص. حاجه بتبسطني.